بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فهناك قطاع للطريق، وأشد ما يكون القاطع يعني للطريق أشد ما يكون خطره إذا ما كان يظهر بلباس يوهمك أنه من الصالحين. يقول: يا صاحي انظر في الحقيقة كي ترى أن القواطع للطريقة أربع: نفس وشيطان ودنيا جيفة، هذه ثلاث والخلائق أربع. الذين يلبسون مسوح الصالحين. حتى أذكر حينما كنت طفلا صغيرا وأرسل لشراء الخضروات والفواكه والأشياء من السوق، فكان والدي يحذرني ويقول: احذر اللحى التي في السوق. فهناك لحى خاصة بالسوق، لأن الإنسان حينما يرى لحية طويلة يتساهل عند ذلك من مأمنه يؤتى الحذر. والنبي عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، حينما كان في المدينة كان هناك أناس مرجفون من أهل النفاق، والإرجاف درجات، يوجد نفاق عملي ويوجد نفاق اعتقادي. الاعتقادي مخرج من الملة، والعملي معصية من المعاصي، وحصلت أخطاء كثيرة، والقرآن الكريم نبه عليها وحذر منها في مواضع كثيرة. حينما وفدت إلى شيخنا العارف بالله سيدي عبد القادر عيسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنا آنذاك طالب في الجامعة في كلية الشريعة. قبل ذلك كنت آتي، لكن كنت صغيرا، لكن حينما أتيت طالبا للعلوم الشرعية قال لي كلاما وأمرني بأمر بحضور عدد من الكبار آنذاك. قال لي: تجمع إخوانك الشباب وتعطيهم درسا أسبوعيا. أنا والله ليس في بالي إلا تنفيذ كلام الشيخ. حينما الشيخ كان في سفر، حينما عدنا ماذا قال الشيخ؟ قال كذا وكذا، توصيات كلها كانت على العين والرأس وعلى الرحب والسعة، وكلها بشوق عظيم، إلا هذه القضية وقف عندها بعضهم. يعني كيف أنت تدرس؟ من أنت حتى تدرس؟ ما علاقتك بالتدريس؟ هكذا عبارات، يعني أنا أحق منك بالتدريس، معصية إبليس التي عصى بها أنا خير منه. قالوا خلاص سمعا وطاعة، ينفذ كلام الشيخ. وقالوا للشباب احضروا، سيوجد درس. فحضر هذا الأخ كبير السن، وهو ليس من طلاب العلم ولا من العلماء. قال: الدرس يكون مرة واحدة في الأسبوع. فقلنا خلاص مرة واحدة لا بأس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا، لا إشكال. ثم قال: تعطي حكما واحدا فقط. يعني إيش حكما واحدا فقط؟ أقول: الضحى مندوبة مثلا، الوتر واجب وخلاص انتهى الأمر. يعني تعطي حكما ويعطيني أوامر هكذا. لم أرتح لهذا، ولسان حالي ومقالي يقول له: من أنت حتى يعني هذا الأمر لا يعنيك. كان أخونا من الأغنياء، فكان يتحين موعد الدرس المتفق عليه، فيأخذ أولئك الناس، أولئك الشباب وشباب صغار، يأخذهم إلى حفلة شواء في البرية. من سيبقى في الدرس؟ لا أحد. مرة مرتين ثلاث، حتى فرط قاصدا عامدا أمر شيخه. لكن أنا استفدت من الأمر ومن تنفيذه، وربما هذا له سر يأتي فيما بعد. يعني هذا ذلك الفتح الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى في طالب العلم، كله ببركة دعاء الصالحين وتوجيهاتهم.
عودة إلى الوراء والخطف خلفا وإلى أحوال المريدين مع شيوخهم، ستجد هذا كثيرا في سير أكثر الصالحين وأكثر كبار الأولياء حينما كان طالبا. يعني قصة الشمس التبريزي مع جلال الدين الرومي معروفة ومشهورة، والحسد الذي حصل حتى يعني كادوا يقتلونه. السيد أحمد الرفاعي الكبير كان له تلميذ نجيب مقرب للشيخ، وكان الشيخ يعني يحترمه ويقدمه، فالنفوس تغيرت والحسد يعني بدأ يأخذ ما أخذه من تلك النفوس. فعرف فراسة أن هؤلاء يكيدون لذلك الشاب في ليلة معينة، فقال له الشيخ، قال له: يا فلان أين فراشك؟ قال: هذا فراشي. قال: اليوم لا تنام في فراشك، أنت اليوم نم أنت في فراشي وأنا أنام في فراشك. فالسيد أحمد الرفاعي رحمه الله، وهو الرجل الصالح الولي الكبير العالم الجليل الفقيه الشافعي المتكلم الجامع العلوم الجامع للناس على طريق الله سبحانه وتعالى، ويريد أن يعطي أولئك التلاميذ درسا عمليا، نام في فراش مريده وغطى نفسه، يبدو الجو كان باردا. جاء هؤلاء القوم باقي تلاميذ الشيخ ومعهم العصي، فانهاروا عليه ضربا فوق وتحت هكذا، وهو يتألم ويتحرك هكذا ولا يكشف رأسه، والضرب مستمر حتى يعني قالوا: ربما أجهزنا على الرجل نكشف عنه. فكشفوا عنه وإذ به شيخهم أحمد الرفاعي. الذي أكل الضرب هو السيد أحمد الرفاعي، وفي هذا درس عملي. فخجل أولئك الناس وأطرقوا، ضربوا شيخهم. هو يعطيهم درسا عمليا، يقول لهم: إذا ضربت أخاك فكأنما ضربت شيخك. الذي جمعكم هو الحب في الله، هذا الحسد من شأن إبليس، أول معصية يعصى الله تعالى بها. وأخطر ما يفعله المتصوفة هؤلاء حينما يتكلم الشيخ على واحد منهم في مجلس خاص لما جالس في الأمانة، ويشتد عليه ربما بكلام شديد جدا، والمجالس بالأمانة كما في الأثر، فيأتي أولئك الناس ينشرون الكلام في كل مكان: هذه خيانة وغيبة وهذا حرام لا يجوز وهذا كثير جدا. قد يشتد الشيوخ جدا على واحد من المريدين لعلو مقامه. سيدي عبد القادر الجيلاني، واقرأوا ترجمته في شذرات الذهب في أخبار من ذهب، كان عند شيخه وكان شيخه يشتد عليه جدا ولا يلاطفه أبدا، والشيخ كان يلبس ثيابا نظيفة وجميلة لأنه من أولاد الأغنياء، والجو بارد وفي الشتاء في نهر دجلة والفرات، والشيخ دائما يشتد عليه. فمرة من المرات كان هذا بجانب الشيخ فدفعه الشيخ في النهر فسقط وتلوث الثياب، وصار ينشف نفسه وكذا وكذا وهو راض مسرور. هذا الأمر أغرى أولئك السفهاء بذلك سيدي عبد القادر الجيلاني، فصاروا يشتدون عليه، فغضب منهم الشيخ أشد الغضب وأقسم، قال: والله إنه أفضلكم، ولكن أنا أربيه، أنتم ما لكم ولا. لذلك هذه الطبقة التي حول الشيوخ كان بعض الصالحين يقول لي مرات وكرات: معظم البلايا في خدام الزوايا، معظم البلايا في خدام الزوايا.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.